يعني ما عرفتش تلمح اي حاجه من ملامحه يا رجب؟ لا والله يا باشا، وبعدين الدنيا ضلمه زي ما حضرتك شايف. هو الولا فتح، انا فتحت وراه سبرنج، هو يجري وانا اجري لحد ما عديته تهت قمت راجع. ايه اللي اتسرق بالظبط يا مدام فريده؟ لا انا ما شفتش اي حاجه، انا بس حسيت ان في حد في البيت، قعدت انده صدفه، ندهتها كتير جدا جدا. يا فندم مدام فريده ما تعرفش طبعا حضرتك زي ما انت شايف كده. وانت يا صدفه ما لاحظتيش اي حاجه اتاخدت من البيت كده؟ لا يا باشا ما لحقتش الاحظ، ده انا بعيد عنك كان هيجيلي شلل. بعد الشر عليك تعيش. اصلا انا مؤاخذه يا باشا، كنت لسه خارجه من دوره الميه ولسه بعد الهدوم، قمت لمحت بقى الحرامي امجري على اوضه الاثار. اثار؟ اثار ايه يا مجنونه انت؟ انت مجنونه؟ انت تافهه ومش فاهمه حاجه وغبيه. اثار ايه يا فندم؟ مفيش حاجه اسمها اثار، دي شويه مقتنيات مدام فريده كانت مشترياهم من المزادات. انتيكات، انتيكس. فين الاوضه دي يا صدفه؟ اللي قدامك دي يا باشا. يا فندم بقول لك دي مقتنيات مدام فريده وخاصه بيها. طيب استاذنك ابص عليها. لا حضرتك سبت كل الموضوع وقعدت عايز تشوف الاوضه دي. انا ما سبتش حاجه يا مدام، هو مش الحرامي اللي دخل كان عاوز يفتح الاوضه دي؟ يبقى لازم اعينها بعد اذنك. ممكن تفتحيها؟ يعني بس ما تمسكوش حاجة، عشان لو حاجة اتكسرت دي حاجات دوفالور مش عارف اعوض. انا عارف شغلي كويس. طيب هقوم هجيب المفتاح من اوضتي. انا جاي معاكي. انت جاي معايا اوضه النوم؟ يلا يا فندم بعد اذنك. يا لهوي قبضوا عليها. اخرب بيتك وبيت سنينك وبيت اليوم اللي شفتك فيه يا صاحبي. يا سبتي لسانك فالت وحمارة، يا ريتك بتقولي الحق. قبضوا عليها. ايه انصر وراك يا باشا. الله الله، ويا ترى بقى الحاجات دي ليها فواتير وورق ولا لا؟ دي ولا مغارت عليه بابا يا باشا،